تفقد فريق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سير العمل في التجهيزات الفنية والمهنية بمعهد الخميس قطر الفني. وطاف فريق الوزارة برفقة رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة رأفت الثقلي على أقسام المعهد واطلع خلاله على ما يتضمنه من قاعات دراسية وتجهيزات فنية. وأشادت اللجنة الوزارية بالمعدات والتجهيزات الفنية والمهنية الذي يشهدها المعهد استعدادا لافتتاحه بشكل رسمي.